مشروعنا هو تعليم البرمجة للأطفال واليافعين من عمر 5 سنوات ل 17 سنة ضمن مناهج دولية معتمدة دوليا ومصممة خصيصا لتلبي احتياجات الطفل وتساعده على تطوير مهاراته وإبداعاته. مبادرتنا تحت عنوان خلق 100,000 مبرمج سوري لعام 2030. طبعا مبادرتنا نحن بنسعى لأنه نتبنى أكبر عدد من الأطفال لحتى نعلمهم البرمجة، خاصة بسوريا الأطفال واجهوا وعم يواجهوا ظروف جدا صعبة، فنحن تعليم البرمجة هو بيساعدهم لتحسين الواقع وللبحث على مستقبل أفضل. أحد مشاريعنا اليوم اللي رح نحكي عنها هي مشروع كودي برمجتي. المستوى الأول هو عبارة عن بيئة تفاعلية تسمى سكراتش، بتعلم الطفل البرمجة عن طريق لبنات جاهزة، وهو فعليا هذا البرنامج هو اللبنة الأولى بعالم البرمجة. المستوى الثاني، البيئة اللي تعلمها بالمستوى الأول رح يتعلمها يكتب كتابة. نحن اليوم عم نحكي برمجة، فعليا عم نحكي كتابة أكواد. ننتقل للمستوى الثالث يلي هو شيء مختلف، بتعلم تصميم مواقع الويب عن طريق لغات البرمجة العالمية المشهورة هي ال HTML وال CSS وال JavaScript. المستوى الرابع هو الموبايل ابليكيشن، بيتعلم يعمل تطبيقات الاندرويد، ممكن يعمل لعبه او ابليكيشن. مشروع كودي ما بيقتصر على هدول الاربع مستويات، بالاضافه عندنا البايثون ايضا لتصميم مواقع الويب، والاهم من كل شيء كودي برمجتي ما نسي ذوي الهمم، الاطفال ذوي الهمم. عندنا مشروع اسمه بصير للمكفوفين، بالتالي نحن هالاشخاص بنقدر ندخلهم بالسوق العمل ويقدروا يكونوا منتجين، بالإضافة إلى مشروع إسماني هو من اسمه للصم والبكم، أيضا نحن بنقدر نستثمرهم ويكونوا منتجين.